السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وجعنا وين تقرير تاع بي سبور، وين الطليان يفتخرون يعني بالأيقونة المنتخب الوطني الجزائري بن ناصر النجم الجزائري. نعم بن ناصر لعاب كبير، بن ناصر يعني من اعتراف من كل من يعرف كرة القدم وأبجدية كرة القدم. يعني بن ناصر لعاب ذو مستوى عالي جدا، بن ناصر يقدم في مستويات مع المنتخب أو مع ناديه ميلون يعني وين كانت. وهو وين قبل كل شيء نشكر الناس اللي جابوه، خاطر على كو كانوا هذو، وكان هذا المدرب تاع المنتخب الوطني تاع لي بيجي وحدهم، وكان زاتشي تاع لي بيجي يجي وحدهم، هذا كنا نسقسوا عليه نقولوا هذا امه ولا باباه جزائري. عكسامون راكم فاهمين شكون كره في المغرب ولا كره في فرنسا. كثر خير رجاله اللي يعرفوا كيفاش يعني يجيبوا افضل لعاب خط وسط ميدان في العالم، نقولها بلي افضل لعاب في العالم في المنصب تاعو في مركز في خط وسط الميدان ارتكازي. نسمعوا واش الناس المعروف برمانة الوسط وناقل الهجمات في او ناقل الحركه في هجمات اي سي ميلان، تقدم ارقام متواضعه نوعا ما ولكنه يشارك في كل الهجمات وله مفتاح في اي هدف يسجله الفريق في الكالتشو. بن ناصر بيقوم بعمل كبير في مع ميلان، 3 سنين مميز للغايه، لاعب هو بيقول الجندي المجهول في وسط الملعب، 21 اسيست وهدفين او 3 طوال 3 مواسم. لعيب بيعتمد عليه في المنتخب الجزائري ومع ميلان. صح. ميلان الغائب من منذ 2011 وعدم حصوله على الدوري العام، اذا ده يحسب لبن ناصر اللي هو لعب السنه دي 31 مباراه وكان عنصر هام في وسط ملعب ميلان مع طبعا نجوم ميلان. اذا لاعب ليه دور مرئي وتكتيكي على اعلى مستوى بنظره مدرب، لاعب لا غنى عنه في وسط الملعب، هو ما قبل الاسيست الاخير مكيز. فاذا لاعب على المستوى الدفاعي في الكومباكت مميز للغايه، على المستوى الهجومي مساند لاعلى مستوى، على مستوى حتى التحضير في وسط الملعب والبناء والتحرك بين الخطوط لاعب على اعلى مستوى. تالق الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي. جلا لعاب كبير بن ناصر لعاب يعني وين اللي قدم الكثير يعني للنادي ميلون، قدم لهم الكثير. شوف بن ناصر النهار اللي راح ميلون 2019 2020 ما يتعقلوا عليها، كان روبلاصو الاولى، كان مازال ما قلعش خطره ولا يلعب بالفامينيت، يلعب ربع ساعه يعني فامينيت ربع ساعه، دي مينيت التاليه كان ذاك البريزيلي مع كيسي، كان ميليو تيرا كانوا يخسروا بالربعه 3 يعني ولاو يخسروا يعني ميلون. بعد يعني اعطاء انطلاقه تاع بن ناصر كلاعب اساسي، اول مباراه اللي دخل فيها اساسي ولعب فيها يعني اول مباراه تاعو يعني عقل عليها لعب 60 دقيقه كانوا رابحين 3-0 يعني وين قدم اداء خرافي اداء عالمي. من فما كذبها قعدوا 22 بارتية ما خسروهاش، 22 بارتية يعني جات كورونا في ذاك العام، جات كورونا يعني لعب قبل 2020 في لافير في بداها من اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2020 جانفي فيفري مارس كملت، ومن بعد عاودوا قلعوا من جديد. حنا نشوف كون عاودوا نولوا للشوط الاول تاع ميلون، خلينا من بن ناصر، وين بن ناصر يعني وين عنده يعني 3 يعني يخدم 3 مساعدات مقطعة، عنده كيفاش يدير توازن في الدفاع، كيفاش يبني ديفوا الهجمة، ديفوا يشارك في الهدف المفتاحي في التمريرة المفتاحية. خلينا من هذا وين الرسم التكتيكي اللي يرجع له ستيفانو، يعني كان 3-4-3 لكن على أرضية الملعب كان يتحول يعني وين شاهدنا تقريبا وين كان
المباراة تتحول على حساب مجم، لا تتحول يعني لثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة، يعني بوجود لاعبين يعني بوجود الارتكاز، يعني بن ناصر أكيد والوحيد في الارتكاز، يعني تمركز يعني وين في إنصاف المساحات، يعني وين يعرف كيفاش يخلق المساحات ويخلق يعني كذلك وين نقولوا باللي يخلق يعني بالتمريرات تاعو المفتاحيه، وين يعطي حلول حتى المهاجمين، وين ديفوا من كره يعني ثانيه، وين بن ناصر كيفاش تشوفه يلعب متقدم يلعب ديفوا من يكون تكون البوله عندهم ويكونوا في المنطقه نقولوا في الخط وسط في نصف الملعب، كان في خط وسط ميدان نصف الملعب تاع الخصم، وين بن ناصر كيفاش يلعب افونسي يلعب افونسي ويقارع للكره، الكره كما نقولوا احنا بال بيردي بال بيردي، كيفاش منها تكون المفتاحيه من عنده. عدو الشوط الاول شعنا كيفاش كان بن ناصر العمل تاعو في الميدان، يعني التمركز تاعو الخدمه تاعو يعني في وين يدير التناسق ما بين ثلاث خطوط، يعني كيما نقولوا حنايا الجندي يعني اللي ما يباش العمل تاعو الجندي تاع الجندي اللي ما يباش خدمه ما تامنش راسك، العمل تاعو على بالك الخدمه تاعو لازم لها متابعه باش تعرف هذا اللاعب واش دار، لازم لك متابعة، لعاب شفافي ما لازم متابعة، كيما شفت واحد التقرير مازال هو عايش هدر جبد على البارتية كارلوس هذاك الغارديا تاع البرازيل تاع 86 يجبد على قاسي سعيد ما تجبدوش بالاسم، بصح كي قاعد يجبد عليه داروا الفيديو كيفاش قاسي سعيد تريبل اللاعب، قال لهم اللاعب اللي ما ننساش كيفاش العامل تاعو كان في وسط الميدان على قاسي سعيد، جبد على قاسي سعيد، هذا كارلوس اونسيا اونسيا غارديا تاع البرازيل في 86، عرفت شو حنايا حنا نشوفو قاسي سعيد كان اللي يشوف قاسي سعيد يقول لك ايه شكون قاسي سعيد داير هذا، لا اعتراف كيجي اعتراف من عند من؟ ما جاش اعتراف من لي زوطو ولا اعتراف ولا خوف من جيبوتي تخاف منك ولا لا، جات من عند البرازيل باش العامل تاعه التحركات تاعه اللي كانوا كاين في اليوتيوب كاين التقرير تاعه اللي هضره، يعني تسيبوها في البي ان سبور تاع فرونسي كيفاش قاعد يهضر على على قاسي سعيد، يعني نعاودو نولو نتكلمو على بن ناصر، بن ناصر يعني ما كيما يقول لك الاداء تاعو ما يخلعناش ما تنخلعش تقارع باللي كيما اليوم الصباح نايض الصباح اي تروح من عندك في راسك باللي كاين دو بارتي، عندك مانشستر سيتي مع كوبنهاغن الى لعب زعما نقولوا باللي الى لعب محرز ما لعبش محرز هذه مع الصباح، غادي عندك بن ناصر يعني دونتري بن ناصر ستيفانو راه يحط بن ناصر ويبدا يحط في اللعابه يكتب اسم تاع بن ناصر في الورقه عنده في ليبري تاع الخطه، يعني واش كيفاش غادي الروتوشات الاخيره يحطها في البيستير هذا مكان تاع حماس يزيد لهم الحماس يزيد لهم من روتوشات صغار برك يعطي روتوشات، وما هما الخطه تاعهم كلش داروه يعني قبل في المدن في التدريبات اخر تدريبات داروا الخطه تاعهم، بعد يعطي دوك الروتوشات صغيرة تاع المدرب كيفاش يدير حماس للعابة يدخلهم يعني في المباراة قبل لا يدخلوها، حماس كبير حماس وتركيز كبير من أجل إعطائهم ديك الروتوشات صغيرة تاع على لادفيرسير، يعطيهم تعليمات على لادفيرسير خاصة في البداية دروك مابقاتش عند المدربين ولا عند الناس يقول لك جس النابض ربع ساعة مابقاتش، لا هذيك صحيح راحت هذيك تاع جلسة نهبط ربع ساعة، بارتيا قال لك لي زونترينا الكبار لي راهم يقروا قال لك البارتيا تبدا من لاربيتي صفر على البداية صحيح فماك تبدا البارتيا، كاش هذي تاع نص ساعة أو ساعة، ما تنساوش عطونا جيم كومنتير
وبارطاجونا الفيديو باش دايما معكم جديد، وربي يحفظكم خاوتي، سعيدكم.